بولاح يا مرانا شملاح. يا بولاح يا بولاح يا مرانا شملاح. يا بولاح يا بولاح يا مرانا شملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا لي المقابله كانت صعيبه بزاف، بغيت شايف القبائل اللي واحد من اللي مرشحين بالفوز بالكاس الجمهوريه. الحمد لله كنا بري اليوم وكنا واجدين وكنا حاضرين وعاودنا قلبنا الصوره الجيده اللي ظهرنا بها في المباراه اللي فايته، رغم مش هضره الناس ونضوي يهضروا قالوا باللي فوالا حنا نمدوا ونديروا، بينا باللي حنا رانا صافيين نمشيو بنيتنا. الله غالب تراب فاتت علينا ماشي مليحه، المهم الناس توقف معنا، حنا ان شاء الله راح نوقفوا مع الاداره مع الفريق نعاونوهم كما هما، لازم ثاني يديروا لي فور وان شاء الله نسيروها ان شاء الله باش ماتش فر ماتش لاكوب هذه باش نتاهلوا ونروحوا بعيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما شفتوا مقابله كانت كبيره وين فوز وتاهل ثمين لنا اللي خلانا نعاودوا نرجعوا الثقه، باسكو راحت واحد الثقه بعض الانصار اللي وين ضيعوا شويه ثقه فينا، وين كانت عندنا مجموعه كبيره درنا انا لي بارفي الحمد لله كما النتائج اللي كانت تهضر علينا. مالوزمو كان عندنا دو ماتش دي زاكسيدون، مي عاود اليوم بينا باللي عندنا فرقه ما شاء الله واللي تقدر تقول كلمة تاعها هذا الموسم. الحمد لله تاهل ثمين ضد منافس كبير شبيبه القبائل، وان شاء الله اللي يخلينا نفرح فتره الراحه هذه وين كونسونتريو بيان بريباريو لا فاز روتور ان شاء الله بكل قوه ان شاء الله. بون بسم الله الرحمن الرحيم. كما كنتو تشوفوا ما يخفلكمش ما كانتش مقابله سهله وين رحنا الاشواط الاضافيه كونتر اون ايكيب اللي تلعب لوب دي شامبيون دون دي جور. بون الحمد لله هنا يو ليسونسييل كشغل تكاليفينا سي ليسونسييل، ميم كشغل كونفيرمينا لي ماتش ريفيرونس تاعنا باللي عندنا فريق ينجم يقول الكلمه نتاعو يكون يلقى لي موان لازمين ويلقى الدعم اللازم ويلقى لو سوتيان اللازم، كي شغل نجمو نقولوا كلمتنا ان شاء الله في الشامبيونه هذه. فوالا سي ليسونسييل تكاليفينا. بون السلام عليكم. ديجا باش نقول جو بونس كو سيتي ان بون ماتش، اون ا في ان بون ماتش، سيتي با فاسيل ما كانش كاع، سيتي فريمون ديفيسيل سيرتو فيغ لي ديبي. وي زاد عاوننا تانيك لي هما ايزافي لا كوب دافريك منا ايزافي بليزيور بارامتر اللي عاونونا تانيك. دونك واش نقول لك، جو بونس كو سيتي ان بون ماتش، اون سي كاليفي سي لو بلوز امبورتون الحمد لله. Ou par rapport aux supporters, c'est normal parce que par rapport à la défaite, les dîners à la dernière fois, c'était lourd. Donc, alhamdoulilah, je pense qu'on a repris la confiance des les supporters. Ou, inchallah, le meilleur reste à venir, inchallah. Alhamdoulilah, les joueurs, nous avons attendu comme trois scénarios. Nous avons préparé les joueurs de notre équipe tous les 120 dakika parce que vous jouez une coupe. وحنا نعطيكم سر، يعني سر اليوم نقدر نحكيه، قلنا الفريق تاع شبيبه القبائل فاز علينا في البطوله في الجوله التاسعه، وكان في 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 نفق، كان داخل في نفق في مشاكل. اليوم بعد المباراه تاعو في بطوله افريقيا مع الرجاء كذلك دخل في مشكل بعد الانهزام، يعني وحب يرجع لحسابنا المره الثانيه، وهذا اللاعبين اللي كانوا واعيين ما تقبلوهش، يعني وكان حافز لهم رغم المشاكل اللي عايشها الفريق. اللاعبين كانوا حاضرين وكانوا حابين يربحوا المباراه، طبقوا يعني درسنا مليح فريق شبيبه القبائل. الحمد لله الفضيل يرجع للاعبين هذو اللي اداوا الواجب بعد مرحله ذهاب كامله في ظل المشاكل اللي يعيشوها. انا اشكرهم كثير وان شاء الله التاهل هذا يعطي للناس اللي راهي تشرف على كمسؤولين والله ينظروا للفريق هذا، لانه هذا كما نقولوا نتيجه عمل كبير تاع سنه كامله. ان شاء الله الفريق هذا يعتني به اكثر. هي في الحقيقه ليس فقط الكوتشينغ، ولكن حتى طيله الاسبوع لما جينا في الانطلاق تاع العمل صافي 10 ايام، اللاعبين يعني كانوا في غرفه الملابس داروا اجتماع وكانوا واعيين بالشيء اللي ينتظرهم، وقلنا لهم كاين اشياء اخرى يعني حفزناهم، قلنا لهم باللي فريق جميع، ما تنسوش باللي خسر النهائي في 94، هذا ثاني مره يتلاقي مع في الدور 32 مع فريق شبيبه القبائل. قلنا لهم كاين اللاعبين القدامى اللي لعبوا النهائي وخسروا النهائي ضد شبيبه بهدف تسلل، يردوا لهم الجميل حتى يحسوا هما يلعبوا في الميدان، ردوا الجميل، لازم تربحوا المباراه وتأدوا واجبكم. كانوا في المستوى الحمد لله ربي الذي كان طيله العمل والاسبوع كان بيناتنا، يعني كانت بيناتنا الثقه والتجاوب، ونشكرهم كثير كثير ونتمنى التوفيق للفريق هذا الفريق اللي راه في القمه يعني، وكل اللي عايشوا الفريق هذا بصفه عامه طيله مرحله الذهاب وما تعلمون الضائقه الماليه وما الى ذلك، ولكن الحمد لله حققنا الاهم، تاهلنا ونحمد الله ونشكره. مصير بن صغير
كأي إنسان ولكن الحمد لله أنا نتمنى المصير تاع الفريق اللي راه مجهول لحد الآن. نتمنى السلطات والكل والجمهور وناس عين بليلة يلتفوا حول الفريق هذا لأنه دخل شويه الشك في الفريق، ولكن اليوم الحمد لله اللاعبين كانوا واقفين مع الواجب مع المدينه مع كل الظروف اللي عاشوها. احنا ما تنساش بلي عندنا سنه كامله وحنا نشتغلوا في فريق عين مليله، احنا اطاره مالاش تاع شهر او شهرين اشتغلنا على المدى البعيد تحت اشراف اخينا المدرب الرئيسي ايد جودي اللي نشكره كذلك حتى وإن سحب، ولكن أكد أننا نكمل المسيرة والحمد لله كملنا المشوار هذا، والآن الفريق مقبل على مرحلة تاع راحة مدة شهر يعني تكون فيه أشياء إن شاء الله كل خير للفريق هذا نتمنى له، نكون إن شاء الله مع أهلي ونبقى نتمنى الخير للفريق عين مليلة وكل عين مليلة إن شاء الله. أنا قلت لكم يعني سؤال مهم الآن بعد قلت لك الاخ والاخ اللي نشكره كثير اخي ايجودي اللي جيت معاه العين مليله واشتغلنا طيله موسم عام كامل اللي عندهم يعني كاين اللي عندهم نقولوا الذاكره قصيره، احنا اشتغلنا منذ سنه حققنا البقاء للفريق العين مليله وبعدين اشتغلنا على الموسم هذا جديد بمعيه الطاقم الاداري. فريق عين مليله كون فريق والله مدينة عملية كملت فريق اللي بشهادة كل الناس، واليوم شفتوا فريق الصورة الحقيقية لعين مليلة، ولكن لولا المشاكل اللي راه قلت عنها الفريق كنا نكون أحسن من هذا بكثير، وهذه المشاكل اللي كان يدافع عليها ويتمنى لها حلول الأخ المدرب الرئيسي انسحب، ولكن احنا كذلك كمبدأ راح نكملنا مشوارنا اليوم وننتظر الجديد فيما بعد إن شاء الله. يعني الحارس يعني حاج عمر يعني كان ما شفت كما شفتوه في بداية الموسم يعني كان في لياقة جد حسنة يعني، ولكن نتأسف في بعد المباراة تاع اتحاد العاصمة يعني خضا يعني في الفاس وتكسر يعني في الفاس بعد يعني قعد طول 45 يوم هو في كما لا ديكاسيون تو بعدك عاود ولا خدمنا والحمد لله يعني كما راكم تشوفوا اليوم يعني دار مباراة يعني نقولوا حسنه مش جدوا حسنه، ولكن حنا رانا نزيدوا نخدموا وعنا درنا وعد يعني معنا وانا وحارس شفتوا حاجة عمر يعني الفريق الوطني ان شاء الله. طرد حكم يعني طرد يعني تاثرت يعني، ولكن رحت ليه يعني انا تاثرت في حاجه رحت ليه باش نتكلم معاه باش نقول يعني الحكم الرابع يعني يتكلم معاه قال لي واش تكون انت انا ما يسمح ليش بمكان وين انا عايش يعني ما انا بالنسبه لي يعني انا بور موا سا ما توشي فريمون سا ما فريمون فريمون توشي ابي هضرت معاهم بعدك تخالفنا ولكن كي تخالفنا هضرت معاه وليت يعني تراجعت رحت ليه جي دوموندي دي اكسكوز جي دوموندي باردون اون كو كوتش يعني ما يسمحليش نخليها يعني ما كونسيونس ترونكيل راح دوموندي تسمح فوالا لو فوتبول سي كوم سا فو دوموندي باردون فو كون باردون سي تو. يعني على كل حال انا نقول لك حاجه يعني الخدمه نحب نخدم انا يعني هويتي نحب نخدم كمدرب حراس المرمى دوك يعني الى تحسنت الامور بين الاداره وحنا ماذا بينا نخدموا فيها يعني ميلا ولفنا مع الحراس لازم نكونوا يعني والف مع الحراس، ولكن ما تنسوش ثاني عندنا جيل واحد اخر يعني في الاصاغر اللي يطلعوا في فريق عين ميلا لازم تفهموا هذا معك الى تفهمنا بالبركه ان شاء الله. والله هي كانت مقابله صعبه يعني مقابله كاس يعني عندها خصوصية تاعها وجاتنا في وقت يعني صعيب شوية أنه ما كانش مدرب للفريق اللاعبين داروا اللي عليهم وكانوا يعني في المستوى فوق الملعب أدوا اللي عليهم داروا مباراة بطولية وفازوا بالمقابلة هذه مالغري أنها كانت صعيبة شوية مقابلة تاع كأس يعني كان فوز مستحق أنا أشوفه يعني هما اللي كانوا مضمنين سور التيران يعني الحمد لله انه الفريق يعني تاهل لدور 16 وبالفوز هذا ان شاء الله نطمحوا باش نقدموا لقدام في
في الكاس ان شاء الله. والله يعني لي جوار تاع سنه نهائي تاع سنه 94 مع كونتر شبيبه القبائل، يعني لي جوار كل جاو كانوا حاضرين هنا ومدوا دعم معنوي للفريق يعني باش يفوزوا اليوم بالمقابله هذه. ويعني النتيجه كانت مهمه جدا لنا، يعني مالغري في لافاز روتور يعني خلصناها بتروا ماتش، يعني ما كانوش في المساواه، خساره خارج الديار وتعادل هنا مع شباب القسنطينه. يعني الفوز هذا كان يهمنا يعني سو لو بلون سيكولوجيك، وثاني باش نتقدموا شويه في الكاس ان شاء الله. يعني احنا عندنا نحشموا، يعني نبقاو ديما نهضروا على الجانب المادي، احنا نعانيو يعني واش غنقول لك، يعني اللاعبين والطاقم يعني يعطيهم الصحه اللي راهم بقاو يعني واقفين لحد الان وراهم يلعبوا، شفتوهم كيف يلعبوا اليوم تري كومباتيف سور التيران. يعني كما يكونوش يعني حلول يعني على القريب جدا يعني راه تاثر علينا ان شاء الله. احنا يعني يقولوا لنا يعني تما تبدلت الحكومه يعني وجا رئيس جمهوريه جديد، يعني نتمنوا يعني يتولوا شويه الكره القدم، ويتمنوا ثاني الفرق اللي ما عندهاش ديسبونسور وما عندهاش امكانيات، يعني اوموا يكونوا جميع الفرق يعني بنفس الامكانيات. كاين فرق يعني كما تشوفوا عندهم يعني امكانيات عاليه، يعني ربي يزيدهم، يعني احنا ماناش كونترهم، وشويه يتولوا الفرق هذه باش تعود ان كومبيتيسيون شويه يعني متوازنه. يعني لازم يكونوا يعني الشيء اللي نطلبوا منه انه التدعيم يكون الفرق وكل بنفس الامكانيات، وليكيب اللي قادره تبقى تلعب تيتر تلعب تيتر. يعني استغل الفرصه نقول لكم بلي رسميا اليمين بغراره هو مدرب جمعيه عين مدينه، يعني تفاهمنا معاه، يعني يبدا في لاروبريز ان شاء الله. يعني لامين بوغراره ابن الفريق، نعرفوا الامكانيات نتاعو وراه يعاون بزاف الفريق هذا، على بالنا بلي يعاون ان شاء الله، نتمنوا له ينجح مع الفريق هذا. الاحداث يعني لي سيبورتر تاع جي اس كا ما كانوش راضيين بالنتيجه، يعني من حقهم، يعني شويه التعبير تاعهم كان شويه يعني تاع دخلوا للتيران و حابين باغ اكزومبل يستفسروا من الاداره تاعهم عن النتائج السلبيه، يعني هذا من حقهم، يعني شيء ما يخصناش احنا. يعني احنا خلصنا مباراه، يعني رحنا انا نسميها عدم رضا المناصرين تاع شبيبه القبائل عن النتيجه تاعهم، هذه هي، يبقى هذا الامر يخصهم هما ماهوش يعني. والله احنا يعني اون بريفيري كي يجي المدرب الجديد يعني هو اللي تكون عنده كلمه في الانتدابات. يعني احنا اون تروا ليسونس دونك نقدروا نجيبوا زوج ولا ثلاثه، يعني يعني سيرون الامكانيات تاعنا ان شاء الله، وان شاء الله يعني الفوز تاع اليوم يمد لنا الدفع باش نبداو مرمها العوده، نبداوها ان شاء الله بنتائج تكون مشرفه ان شاء الله، وتشرف جمعيه عين مدينه. والله تفاهمنا معاهم باللي سي لو ديرني ماتش تاعهم هما، بعد يعني بالتراضي يخلصوا باش كانوا تفاهمنا معاهم يخلصوا في الاشهر اللي بقاو يدينونا بها تما الفريق، ونجيبوا ستاف جديد ان شاء الله. الله يسلمك.